السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم جميعا. كيف حالكم أصدقاء؟ إن شاء الله تكونوا بخير. قصتنا اليوم عن مأساة العبارة الكورية، هل هي مؤامرة ولا مجرد حادث؟ خلينا نعرف من خلال قصتنا. بس قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهاتوا الانترو. حسب إحصاءات منظمة اليونسكو عثروا على 3 مليون سفينة محطمة في قاع البحار والمحيطات، هذا غير الخسائر البشرية ومئات المفقودين. وتعددت أسباب غرق هذه السفن بين سوء الحالة الجوية أو نقص في إمدادات السفينة أو تصادم بين السفن اللي بتأدي لتسرب المية داخل السفينة أو الغرق في ظروف غامضة. صح تعددت الأسباب، لكن بتضل الحقيقة واحدة، وهي إنه كتير من الناس ماتوا بسبب هذه الحوادث الكتيرة. قصتنا اليوم صارت في كوريا الجنوبية، رحلة طلاب مدرسية عادية تحولت لكارثة أو مأساة وذكرى أليمة ظلتها متعلقة في ذهن الشعب الكوري، وصارت حديث الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي وتحولت للغز غامض. فشو اللي صار في هذا اليوم المشؤوم؟ في يوم 15 فبراير العام 2014 الساعة 9 مساء انطلقت العبارة الكوري من ميناء إنشون متجهة لجزيرة جيجو في رحلة سياحية، كانت حاملة معها 476 راكب وحوالي 325 راكب، منهم طلاب في المرحلة الثانوية و14 معلم ومساعد مدير المدرسة، وكانت العبارة بتحمل شاحنات وحاويات بضائع. في صباح يوم الثاني يوم 16 فبراير العام 2014 الساعة 58 دقيقة انعطفت العبارة انعطاف حاد ومفاجئ أدى لاختلال توازنها وبالتالي ميلانها بشكل سريع على الجنب، لأنه الحاويات والشاحنات تكدست على الجنب واللي أدى لتقل سرعة ميلان العبارة ووقف حركة العبارة. اتصلت العبارة بأقرب ميناء إلها وهو ميناء جينجو وخبروا عن حالة السفينة. طبعا خفر السواحل المسؤول عن عمليات الإنقاذ بيستغرق من 10 ل 20 دقيقة عشان يوصل للعبارة، وبعد هيك كابتن العبارة لي جون سيوك وجه نداء لجميع الركاب من خلال مكبرات الصوت عشان يلبسوا أطواق النجاة ويضلهم في مقصوراتهم وما يطلعوا منها حتى إشعار آخر. وكان التواصل بين العبارة وميناء جينجو مازال مستمر، والسلطات القريبة من العبارة استلمت نداء الاستغاثة وأرسلت فرق الإنقاذ للعبارة. بدت العبارة تميل أكثر وأكثر بزاوية 60 درجة، وفي حوالي الساعة 9:30 وصل خفر السواحل وفرق الإنقاذ ووجه كابتن العبارة النداء لجميع الركاب عشان يطلعوا لأنه المساعدات وصلت. مع استمرار ميلان العبارة بشكل كبير كانت فرصة إنقاذ الركاب أكبر، لأنه الركاب بدوا يطلعوا على سطح العبارة وهذا اللي سهل عملية الإنقاذ. وإجت بعد الطيارات التابعة للقنوات الكورية الإعلامية عشان يصوروا الحدث في بث مباشر على التلفزيون، وإحدى القنوات أعلنت انه تم انقاذ جميع الركاب والطلاب. بحلول الساعة 10 صباحا غرقت العبارة وما ضل منها الا الجزء العلوي، وبعد يومين غرقت تماما. اكيد انتوا حتستغربوا لانهم انقذوا جميع الركاب والطلاب، وين الغموض في الموضوع؟ وليش هذه القصة عملت ضجة كبيرة رغم انه نهايتها سعيدة؟ في الواقع ما كانتش النهاية سعيدة زي ما نشرت الاخبار. سرعان ما اكتشفوا انهم انقذوا 170 شخص من اصل 476 راكب، اما الباقي فاكيد ماتوا، والطلاب كانوا شكلوا نسبة قليلة من الأشخاص اللي أنقذوهم. هذا يعني أنه أغلب اللي غرقوا طلاب. أكيد أنتوا حاليا متحيرين لأنه حكيت في بداية القصة أنه بعض القنوات أعلنت أنهم أنقذوا جميع الركاب، لكن في الحقيقة أنقذوا 170 شخص فقط. قضية غرق العبارة عملت ضجة كبيرة وصارت كل القنوات الإعلامية تحكي عنها لأنها غير كل قصص السفن اللي غرقت. ومع البحث والتحريات تبين انه غرق العبارة ما كانش مجرد حادث عرضي. نرجع للساعة 58 دقيقة صباحا من يوم 16 ابريل، في الوقت اللي بدأت تميل فيه العبارة ما بلغوا اي جهة في ميلان السفينة. صحيح انه الكابتن تواصل مع ميناء جينجو عشان يطلب المساعدة، لكن كان هذا النداء بعد نص ساعة من ميلان هذه العبارة. شو كان يعمل الكابتن من بداية الميلان؟ ولولا انه واحد من الطلاب اتصل في السلطات وما كانت وصلت فرق الانقاذ بسرعة للمكان، لانه المسافة كانت بعيدة بين خفر السواحل والعبارة، وللأسف الطالب اللي عمل الاتصال كان من بين الضحايا. واللي زاد الشكوك اكتر انه العبارة لما كانت تميل على جنب وكانت المقصورات اللي فيها الطلاب في الطابق الثاني بتغرق شوية شوية، لكن الكابتن ما أعلن عن إخلاء المقصورات بشكل فوري بمكبرات الصوت بالرغم إنها كانت بتغرق، حتى إنه ما فتح قوارب النجاة عشان يركب فيها الطلاب
وينتظر وصول فرق الإنقاذ. وذكرت في بداية القصة أنه العبارة كانت بتحمل شاحنات وبضائع، والغريب في الموضوع أنه هذه الشاحنات والبضائع ما كانت مثبتة أبدا، وأنه عدم تثبيتها ساهم بغرق العبارة بشكل سريع. فالسؤال، ليش ما ثبتوها كويس؟ هذا الموضوع كان بالصدفة ولا مجرد نسيان؟ الله أعلم. وبعدين القدرة التحميلية للعبارة كانت 987 طن، لكن البضائع والشاحنات اللي في العبارة كان وزنها حوالي 2142 طن. وحكيت قبل هيك انه لما وصلت فرق الانقاذ الكابتن وجه نداء عبر مكبرات الصوت باخلاء جميع المكسورات، لكن في الحقيقة انه الطلاب اللي طلعوا على سطح السفينة طلعوا لحالهم. وبعد هيك لما سألوا الطلاب الناجين من الحادثة قال انهم ما تلقوا اي اوامر باخلاء المكسورات، وهم طلعوا لحالهم بدون ما حدا يقولهم. تخيلوا في الوقت اللي وصل فيه طاقم الإنقاذ والركاب فوق سطح السفينة كان هناك طلاب ما زالوا موجودين في مقصوراتهم، وما حدا خبرهم أو أشعرهم بوجود فرق الإنقاذ على سطح السفينة. وأكيد بتسألوا إذا كانت فرق الإنقاذ أنقذت الركاب والطلاب اللي كانوا فوق السطح، ليش ما نزلوا في المقصورات عشان ينقذوا الطلاب التانيين؟ طبعا الإجابة بسيطة، فرق الإنقاذ ظنت إنه الكابتن أخلى جميع الطلاب، لكن في الحقيقة الكابتن ما خبر الطلاب بأي إشي. ولو إنه الكابتن أعلن على الإخلاء في مكبرة الصوت لأنقذوا جميع الطلاب الموجودين في العبارة، ولكن الإشي اللي بيخزي إنه الكابتن واثنين من مساعدينه كانوا أول الأشخاص اللي نطت على سفن الإنقاذ عشان ينقذوا حالهم، مع إنه العرف وشرف البحارة بقول إنه لا يغادر الكابتن إلا بعد التأكد من نجاة جميع الركاب. وكمان في بعض القباطنة كانوا بيرفضوا الإخلاء وبيغرقوا مع سفنهم في حال عجزوا عن إنقاذ الركاب عشان يتجنبوا العار. هذا هو شرف البحارة، مش اللي بيسيب الركاب وبطلع ينقذ حاله قبلهم. والإشي اللي بحزن أكتر إنه هدول الطلاب اللي ماتوا روحوا جمعوا حالهم في مقصورة واحدة عشان يتم إنقاذهم، لكن للأسف غرقوا وماتوا. بعد التحقيقات حكموا على كابتن العبارة بالسجن المؤبد بتهمة الإهمال والتسيب والتسبب بقتل أرواح طلاب ما لهم ذنب، وحكموا على طاقم الكابتن بالسجن 14 سنة. وما انتهت القصة لهين، في كتير من الأسئلة ظلت من غير أجوبة، منها ليش الأخبار في هداك الوقت كذبت وأعلنت تم إنقاذ جميع الركاب، وفرق الإنقاذ ليه ما دخلت جوا السفينة عشان تتأكد فيها طلاب ولا لأ؟ بغض النظر إذا كان الكابتن أعلن على الإخلاء ولا لأ، فكان لازم تنزل وتتأكد للمرة الأخيرة قبل ما تغادر المكان. فإهمال فرق الإنقاذ بيعتبر سبب لمقتل الطلاب كمان. وبعد ما غرقت السفينة أرسلوا فرق غواصين عشان يتم انتشال الجثث، وفعلا تم انتشال جميع الجثث، ما عدا 5 طلاب ما لقوا جثثهم لحتى الآن. السؤال، ليش العبارة مالت ميلان مفاجئ؟ التحقيقات أثبتت إنه الميلان كان بسبب خطأ بشري من قبل مساعدة الكابتن اللي كان يسوق السفينة، والكابتن كان نايم في غرفته. وهذه العبارة كانت قديمة، اشترتها شركة شحن كورية من اليابان وعملت صيانة إلها، لكن هذه الصيانة زادت وضع العبارة أسوأ، لأنه الغرض من هذه الصيانة تبين إنه عشان يتلاعبوا في هيكلها عشان يزيدوا قدرتها التحميلية، مش عشان يضمنوا متانة السفينة. وعشان هذه العملية راحوا رفعوا معظم صابورات المياه اللي في قاع العبارة، وهذه عبارة عن أثقال بحطوها في أسفل السفينة عشان تحافظ على توازنها. وكمان أضافوا مقصورات ركاب أكثر، وفي نظام بتتبع مسار السفن، وطالما إنه السفينة بتستخدم نظام ALS في فترة إبحارها، هذا النظام بيعمل مخطط دقيق لحركة السفينة. وكانت عبارة سيول، وهذا اسم العبارة، بيستخدم هذا النظام. والغريب في الموضوع انه الحكومة ارسلت تقرير خاطئ عن حادثة غرق العبارة، وهذه الحادثة عملت ضجة كبيرة في كوريا وعلى مستوى العالم، وكانت الاسباب لتنحي رئيسة كوريا بارك جون هي، خصوصا انها اعلنت في بيان رسمي وهي بتبكي على طلاب المتوفين، لكن كانت الرئيسة في وقت غرق العبارة مختفية تماما لمدة 8 ساعات. وهذا الاختفاء الغامض وبالتحديد في وقت غرق العبارة باليوم والساعة، هذا الموضوع عمل جدل واسع حواليها، منها انه الرئيسة بتتبع النظام بتقدم فيه القرابين البشرية، وانصار هذه النظرية بقولوا ان الرئيسة اختارت هدول الطلاب قرابين لكتلهم، واستدلوا بهيك على سلوك الرئيسة وحكومتها اللي حاولت تقلل من اهمية الحادث وتخفي الحقائق وتزورها. صح هذه النظرية ممكن تكون مجنونة شوية، لكن بتضل في الاخر اشاعات واقوال وما في اشي مؤكد. والنظرية الثانية انه القاتل الحقيقي هو كابتن العبار، ممكن هذه النظرية تكون منطقية شوية، لكن لو فكرتوا شوي حتلاقوا حواليها علامة استفهام. شو اللي بيدفع كابتن العبار انه يقتل الطلاب؟ شو راح يستفيد من الموضوع؟ النظرية الثالثة، في كتير من الناس ما بتعرف انه شركات النقل البحري حول العالم في منها مافيا بتسيطر على البحار،
وبتربح كتير بالسر بعيد عن الضرائب، وبتتخفى بإعلام الدول الفقيرة زي بنما والهندوراس. حسب رأي كتير من الناس إنه القاتل الحقيقي في حادثة العبارة الكورية وغيرها من الحوادث البحرية هو جشع وطمع الشركات اللي بتشتغل شغل العصابات. وللعلم بعد فترة من الحادثة وجدوا جثة مدير الشركة المسؤولة عن العبارة مرمية في البرية برا العاصمة. فالسؤال هذا كمان صفوه، ليش كان هذا التستر المريب والغريب من السلطات الكورية؟ وليش أعطت السلطات معلومات غلط للإعلام؟ وليش انعطفت العبارة من الأساس؟ ومين قتل مدير الشركة؟ وكتير أسئلة ما إلها إجابة. أنتوا شو رأيكم؟ مين السبب أو المتسبب الحقيقي لغرق العبارة؟ هل هي مؤامرة ولا مجرد حادث؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات. وبس هيك والله انتهت قصتنا اليوم، ولا تنسوا دعمكم يا إخوان وشاركوا القصة وين بتحبوا، ولا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.